بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا ويا مرحبا فيكم مع حلقة جديدة من برنامج يا هلا بالضيف. حلقة اليوم من محافظة إربد، راح نتجول في أكثر من مكان أثري، وأيضا راح نزور السرايا في مدينة إربد وبيت عرار، وأيضا في مشاركة للمجتمع المحلي من خلال هذه الحلقة. مركب معنا. يا هلا ويا مرحبا فيكم مرة ثانية. طبعا احنا الآن موجودين في منطقة جميلة جدا ساحرة مليئة بأشجار الزيتون والخضروات، منطقة قروية لطيفة، لطيفة بأصل بأهلها، وأيضا منطقة حدودية، احنا قريبين من الشقيقة الجمهورية العربية السورية، تقريبا قريبين من نهر اليرموك. بدنا نعرف عن هاي المنطقة أكثر وعن تاريخها. يسعدكم معي عطوبة السيد أيسر الردايدة، مدير آثار بني كلامي. أهلا وسهلا فيك. كل الاحترام دكتور رافع، وأهلا وسهلا فيكم في موقع جويل بالأثري. الله يسلمك، شرفتونا اليوم. أهلا وسهلا فيك. عرفنا أكثر عن المنطقة. موقع جويل بالأثري هو واحدة من مدن الديكابوليس المعروفة داخل. نعم. بالله خلينا نوقف، يعني من بداية خلينا نوقف وياك. بدنا نعرف شو معنات المدن العشر هذول، المدن الديكابوليس، ماذا تعني هاي الكلمة؟ الديكابوليس تعني المدن العشر. نعم. بداية تأسيسها كانت في الفترة الهيلينستية وامتدت. نعم. إلى الفترة الرومانية. نعم. عددها 10 مدن. نعم. في البداية كانت 6 منها في داخل الأردن. نعم. وجويلبة أو أبيلا هي واحدة من هذه المدن العشرة. طب شو قصة إنه كونفدرالية اللي صارت؟ مع مين الكونفدرالية صارت؟ إذا صار في إلها وضع خاص هاي الكلمة. هي مش كونفدرالية، هو يعني تاريخيا ما ورد شيء. نعم. يثبت إنه كان في معاهدات أو اتفاقيات ما بين هاي المدن. نعم. لكن اصطلح على تسميتها من قبل بعض المؤرخين في ذلك الزمن. نعم. وأطلقوا عليها اسم الديكابوليس، لكن في فترة من الفترات زادت حتى وصلت لحوالي 20 مدينة تقريبا. نعم. لكن هي. نعم. المدن الرئيسية اللي هي العشرة. نعم. اللي موجود منها 6 داخل الأردن. نعم. ومدينة أبيلا جويلبة واحدة منها. نعم. نتحدث عن جويلبة. جويلبة تاريخيا يبدأ تاريخها من العصر البرونزي المبكر. نعم. نحكي 3500 قبل الميلاد. جميل. وظل الاستيطان متواصل في هذه المدينة لغاية الآن تقريبا. نعم. رغم أنه القرية أصبحت قريبة منها اللي هي قرية حرتة. نعم. ضمن منطقة الكفارات. بعد الامتداد العصر البرونزي، العصر الحديدي. نعم. الفترات الكلاسيكية المتوالية. نعم. اليونانية والرومانية والبيزنطية وأيضا الفترات الإسلامية المتقدمة. لغاية الفترة العثمانية. نعم. طيب هسا احنا بنيجي بنحكي عن المنطقة تعود تاريخها إلى العصور الحجرية القريبة مش البعيدة، يعني وجدتوا بأثارات من بقايا من هاي العصور؟ هي العصر البرونزي. نعم. طبعا موجود في عندنا اللي هو التل الأشهر داخل موقع جويلبة الأثري اللي هو تل أبيل. نعم. تم إجراء عمليات للتنقيبات الأثرية داخل هذا التل. نعم. وتم الكشف عن بقايا ومخلفات أثرية كثيرة. نعم. تعود للعصر البرونزي. نعم. المبكر والمتوسط والمتأخر. نعم. وبالإضافة للعصر الحديدي. جميل. هسا احنا الآن في موقع روماني. احنا الآن روماني بيزنطي. روماني بيزنطي هو بيزنطي. الأشهر للمدينة. هل هذا كان معبد روماني؟ يعني احنا حاليا في كنيسة البداية. في كنيسة يطلق عليها اسم كنيسة أم العمد. نعم. وهي كنيسة متأخرة نوعا ما، بنيت. جميل. في القرن 7 و8 الميلادي. نعم. بخلاف الكنائس الأخرى المكتشفة في موقع. نعم. جويلبة الأثري وعددها 5 كنائس. نعم. كلها في القرن 6 الميلادي، هذه الكنيسة القرن 7 والقرن 8 الميلادي. نعم. مكونة من 3 أروقة. نعم. وبالإضافة إلى الأبس الموجود في المنطقة الشرقية اللي هو منطقة قدس الأقداس، خلينا. نعم. نحكي. نعم. نعم. هذه الكنيسة. طيب. هسا إحنا لما نقول يعني مبين الأعمدة رومانية، إذا كان كأنه من بقايا معبد
لكن هم طوروها الى كنائس مش هيك؟ احنا أو بنحكي غيروا شكلها الى كنائس في الفترات السابقه في فترات التحول. نعم. من فتره او من عصر الى عصر. نعم. الأساس كان روماني، المدينة تأسست. نعم. وكبرت في الفترة. نعم. الرومانية، لكن بعد ما تغيرت الديانة اللي كانت موجودة في المنطقة من الوثنية إلى الديانة المسيحية، تم تحويل بعض المعابد. نعم. إلى كنائس وبناء كنائس أخرى. نعم. بالفترة البيزنطية استخدموا الأدوات اللي كانت موجودة في الفترة الرومانية. نعم. أو نحكي بعض المعالم اللي كانت موجودة داخل موقع الفترة الرومانية، استغلوها لبناء الكنائس أو حتى كموقع، يعني لأنه خلص. نعم. الموقع. صحيح. مرسوم ومبين أرضيته ومبين مكانته، فهم عملية تعديل فقط. نعم. من شكل معبد إلى كنيسة، وعملوا فيه الأبسدة اللي هو الهيكل داخل الكنيسة، واعتمدها ككنيسة. هي إعادة استخدام. هلأ إحنا بدي نحكي عن العصر القرن السابع بعد الميلاد، يعني صاروا البيزنطيين الآن متمرسين في بناء الكنائس. أكيد. وصاروا يعملوا على شكل أكثر حداثة وأكثر ترتيبا، لأنه صار عندهم يعني وضعية معرفة أكثر في فن العمارة، خلينا نسميها. أيضا فن الفسيفساء، لقيتوا إشي بالفسيفساء في بعض الكنائس؟ تم العثور على أجزاء من أرضيات فسيفسائية، لكن. نعم. أغلب الكنائس الموجودة في موقع جويلب الأثري. نعم. هي كانت مبلطة. نعم. الأرضيات مبلطة، لكن جزء من الكنيسة المصلبة الموجودة في وسط موقع الويل. نعم. بالأثري وجد بقايا لأرضيات فسيفسائية، بالإضافة اللي هون في أم. أنا يعني من خلال معرفتي ومن خلال يعني معرفتي بالأشياء هاي، كان في فسيفساء دبين قاعدين بأكلوا عنب، يعني هل كانت مأهولة هاي المناطق في الدب هذيك الأيام؟ حيوان الدب يعني صعب إنه يعيش في بلادنا. تاريخيا احنا بنحكي عن منطقة الشرق الأوسط أو منطقة الأردن تحديدا، يعني كان في حيوانات مفترسة موجودة. نعم. حتى ورد في الأشعار القديمة في قصائد. نعم. المتنبي كان في أسود في المنطقة. نعم. مزبوط. ف... يعني معلوماتنا اللي أعطتنا إياها جميلة جدا هاي المعلومات، شكرا لك كثير، وإن شاء الله يعني هاي دعوة لكل الأردنيين بزيارة هاي المنطقة الجميلة زي ما حكينا، في خيراتها الموجودة فيها وأيضا هاي الهوايات الطيبات اللي موجودة فيها. وبأمل إن شاء الله دائما اللقاء معك، أنا محظوظ في برنامجي إن المرة الثانية بلتقي. كل الاحترام. كل الشكر عطوفة السيد عيسر الرادايدة مدير أثار بني كلامة. أهلا وسهلا فيك. كل الشكر. الله يعطيك العافية. يا رب ضلكم معنا. يا هلا ويا مرحبا فيكم. طبعا احنا الان بداخل اثار منطقه بيتراس. هاي المنطقه ايضا من مدن الديكابوليس اللي هن المدن العشر اللي كنا نتحدث عنهن، وهي على الطريق المؤدي من ام قيس قدارة سابقا الاسم الى جويلب وبيتراس ثم الى ارابيلا واستمرار الى جراسيا ومنطقه فيلادلفيا اللي هي عمان. اللي بدي اقوله انه هاي المدينه يعني كدراسات سابقة كانوا يقولوا عنها أنها كانت كمركز عسكري، وبعد الحفريات اللي تمت اللي قامت فيها الحفريات الأولية وجدوا أسوار المدينة، ثم فيما بعد دارت الأثار العامة مشكورة قامت بالترميم ووجدت هذا المسرح الكبير اللي بنشوفه اللي يعني بتسع تقريبا إلى حوالي 1900 شخص إلى 2000 شخص تقريبا فيها. وأيضا كانت ضمن الطريق تبعت تراجان الإمبراطور تراجان من بصرة إلى البحر الأحمر، يعني بعد الآن قائمة إدارة الآثار العامة بالترميم للتعريف أكثر على معالم المدينة كما كانت سابقا. ضلكم معنا. يا هلا ويا مرحبا فيكم مرة ثانية، مستمرين من محافظة إربد. تحديدا الآن احنا في مكان له تاريخ يعرفه الجميع، هو شاعر الأردن الأول المرحوم الشاعر عرار. هذا البيت اللي كان ساكن فيه وله فيه ذكريات سواء مع أصدقائه مع أقاربه
مع أصحابين الثقافة في محافظة إربد وغير محافظة إربد أيضا. إحنا اليوم حبينا نلقي الضوء على هذا البيت ونتحدث أكثر عنه. معنا مشرفة البيت السيدة فاطمة الصباحين، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا. الله يسلمك. تعطينا فكرة أكثر عن هلا زي ما أنتم شايفين طبعا البيت مبني على الطراز الشامي. نعم. مكون من ساحة سماوية وخمس غرف وديوانيتين. نعم. طبعا وزارة الثقافة تبنت هذا المشروع. نعم. حتى يظل صرح ثقافي بيحمل اسم الشاعر عرار، بالإضافة إلى أنه إحنا منقيم الفعاليات الثقافية المختلفة من أمسيات. نعم. شعرية، معارض فن تشكيلي، أمسيات ثقافية، مختلف الفعاليات الثقافية زي ما بتعرف. جميل جميل. زي ما إحنا شايفين في عنا اليوم مناسبة اليوم في فعالية القراءة. نعم. طبعاً بالإضافة للزيارات اللي بتيجينا من زيارات طلاب المدارس. نعم. زيارات جامعات، المجتمع المحلي، مختلف. جميل. الفئات. جميل. احنا بنعرف انه الثقافة لها دور كبير في بناء الحضارات حتى يعني. وانتم يعني شو حاسين او الاستراتيجية اللي حاطينها في محافظة إربد من خلال هذا التواجد اللي احنا شايفينه اليوم في فعالية والفعاليات الاخرى؟ كيف تشوف ردود الفعل؟ هل في اقبال على طبعاً. المعرفة؟ هل في اقبال على الحصول على المعلومة؟ طبعا. نعم. بيت عرار هو مزار لكل الأردنيين، هو بيت كل الأردنيين. نعم. ومن خلال ملاحظاتنا خلال السنة طبعا هو. نعم. بفترة الصيف أكثر شيء بيكون في فعاليات. طبعا ما شاء الله نحكي عدد الزوار يفوق سنويا 7,000 إلى 8,000 زائر. ما شاء الله. بهذا المعدل يعني. نعم. تقريبي يعني هيك عن الوفود الرسمية والوفود. نعم. الأجنبية. نعم. نعم. فالحمد لله. طيب. نحكي عن المشهد الثقافي يعني هو مشهد. نعم. مرضي الحمد لله. احنا بنعرف لما بنروح نزور دول برا بنحاول نروح على المسارح يعني حتى نتعرف على حضارة الدولة اللي بنروح عليها وهكذا. احنا في عندنا برنامج اسمه برنامج الأردن جنة بالسياحة. نعم. هل نعم. هو ضمن مسار البرنامج لما بيجوا يزوروا إربد تحديدا انهم بيزوروا السرايا وانتم جنب السرايا؟ هل بيجي ناس هنا من طبعاً. البرنامج طبعاً هو يعني موضوع بيت عرار من ضمن مسار. نعم. اللي هو برنامج الأردن جنة يعني. اكيد تمام. هل عشان نوضح للمشاهدين في تدخلية ولا المكان مجاني؟ المكان مجاني طبعا، متاح لكل الزوار سواء من داخل الأردن او من خارج الأردن. نعم. مجانا، هو بيت الأردنيين وبيت العرب جميعا. يا سلام، كلام جميل. نعم. اهلا وسهلا. نعم. فيكم دائما. الله يسلمك. ان شاء الله والله قديم علينا نعمة الأمن والأمان في هذا يا رب. يا رب ان شاء الله تظل البلد دائما بقيادة الهاشمية ان شاء. آمين. الله دائما نعيش و نترفع في هذا الأمن والأمان اللي احنا موجودين فيه. ست فاطمة صباحين، كل الشكر والتقدير لك. بشكرك على كلماتك، بشكرك على المعلومات اللي اعطيتينا اياها. كل الشكر. ضلكم معنا. محمود علاوني رئيس مبادرة إربد تقرا. نؤمن في إربد تقرا ان القراءة ضرورة وليست هواية. نحن الآن من بيت عرار الثقافي واكبر فعالية للقراءة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية وهو يوم القراءة الوطني، وقد ابتدأ هذا اليوم من الساعة 10 صباحا لغاية الساعة 6 مساء، وهو يوم وطني كل عام من يوم 29 أيلول من كل عام سيكون يوم القراءة الوطني. نحن وشركائنا بانتظار جميع القراء من جميع شرائح المجتمع، وقد تم اختيار هذا المكان وهو بيت عرار الثقافي للقيمة التاريخية والأدبية والرمزية لشاعر الأردن. قم للقصيدة حيها أو غني وافخر بها يا عاشق الأردن، إن المشاعر في الغرام جميلة منها وأحلام المشاعر مني، يا يشتهيها القلب يعلم أنها روح القصيدة في اشتعال الفن، شعري بعطر الهيل يسكر كلما ألقي القصيدة على دلال البن، يا يشتهيها القلب يعلم أنها روح القصيدة في اشتعال الفن، إني يعذبني السؤال عن التي تغتالني من لهفتي، بل إني
من يستريح الشعر بين ضلوعه لما ينادى عاشق الأردني، لما ينادى عاشق الأردني. يا هلا ويا مرحبا فيكم مرة ثانية. احنا مستمرين في محافظة إربد وقاعدين يعني نرجع للطبيعة الجميلة، سواء طبيعة الأرض، طبيعة الناس، تحس الحياة الفلاحية هاي الروعة، وأيضا نحس بإربد إنه تاريخ لمملكتها الأردنية الهاشمية، تاريخ مشرف والحمد لله. احنا الآن في موقع سرايا محافظة إربد، ويسعدني حتى نتعرف عليها أكثر، يسعدني أن يكون ضيفي مدير أثار محافظة إربد السيد زياد غريمات. أهلا وسهلا فيك سيدنا. أهلا وسهلا فيك دكتور رافع الطهات. يعني إحنا نعرف أنه كان وكان 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 هذا المكان كبير، كان شغلات، فإحنا عشان نعرف مشاهدنا نحكي عن بداياته. طبعا مبنى دار السرايا، هذا المبنى تم بناؤه في منتصف القرن التاسع عشر عام 1856. نعم. كان هذا طبعا المكان من 1856 إلى عام 1886 عبارة عن مبنى خان أو قلعة على طريق درب الحج الشامي. نعم. كما بتعرف دكتور رافع أنه كان طبعا الحجاج يأتوا من بلاد الشام. نعم. ومن سوريا بالأخص، ومن تركيا، ومن بلاد الغرب. نعم. كانت هنا هذا المكان مثل ما حكيت محطة استراحة. نعم. للحجاج القادمين من بلاد الشام. نعم. في عام 1886 أمر السلطان عبد الحميد، طبعا السلطان عبد الحميد أحد سلاطين الدولة العثمانية وآخرهم، نعم وآخرهم، بتغيير صفة هذا المكان إلى بيت للحاكم حاكم العثماني. نعم. أو حاكم السرايا. طبعا نعم. هذا البناء مكون من طابقين، الطابق السفلي والطابق العلوي. نعم. طبعا إدارة هذا المكان من عام 1886 لما أمر السلطان عبد الحميد بتغيير صفته من قلعة أو خان إلى بيت للحاكم العثماني أو الحاكم السرايا. طبعا جميل. كانت تدار منطقة جنوب الشام بالإضافة إلى شمال الأردن من هذا المكان. نعم. اللي هو من الطابق العلوي ومن الطابق السفلي. بقي هذا المكان طبعا على هذه الشاكلة بيت للحاكم العثماني إلى عام تقريبا يعني 1918-1921 مع بداية تأسيس الإمارة. نعم. طبعا في عام 1956 بدأ استخدام هذا المبنى الطابق الأرضي كسجن. مركز تأهيل. نعم، مركز تأهيل أو سجن. نعم. من عام 1956 إلى عام 1994 الطابق السفلي عبارة عن سجن. طبعا الجهة الغربية من هذا المكان من دار السرايا كان سجنا للرجال، الجهة الشرقية وبعد الآن ما نعمل الجولة الميدانية في هذا المكان اللي هو سجن للنساء في عام 1994، وهنا تبدأ قصة النجاح لهذا. نعم. المبنى. وطبعا هذا الفضل لوزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة. 1994
تم تغيير ملكية هذا المكان من استملاكه يعني. نعم، من مديرية الأمن العام إلى دائرة الآثار العامة. الآن خلينا نقول استملكته وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة وبدأ الإبداع يبين. نعم. إذا بدنا نتوقف هنا ونتحدث عن كل مكان إحنا فيه الإبداعات هاي اللي تمت من قبل وزارة السياحة. نعم. 2007 الآن تم افتتاحه الطابق العلوي، تم افتتاحه كمتحف ليحوي على القطع الأثرية. نعم. اللي رايحين بعد تشوفوها في قاعات الأرض والتي تتجاوز طبعاً في قاعات الأرض حوالي 700 قطعة، والآن في عنا قطع موجودة في مستودعات هذا المتحف تتجاوز 13,000 قطعة. إذا خلينا نتجول ونتعرف على المقتنيات الموجودة داخل هذا المتحف وهذا المبنى الجميل المميز. وإحنا يشرفنا أن نصحبكم في هذه الجولة الميدانية داخل قاعات المتحف. ظلكم معنا. أهلا وسهلا. طبعا عطوفتك الآن إحنا دخلنا إحدى القاعات الموجودة. نعم. تبدأ تعطينا هيك معلومات عنها. طبعا الآن كمتحف الآثار وقصة النجاح الآن بدأت من الآن بتقسيم القاعات. هاي القاعة الموجودين فيها اللي قاعة العصور الحجرية القديمة. نعم. الآن يعني الآن حولنا هذه القاعات أو الآن المباني هاي اللي فيها الأقواس، الآن كانت في يوم من الأيام مهاجع للمساجين، الآن أصبحت الآن هذه القاعات اللي بتشاهدوها أمامكم تحوي على القطع الأثرية. كل قسمناها طبعاً هاي القطع كل حسب العصور الحجرية. نعم. العصور نبدأها من هون طبعاً. أول العصور اللي العصر الحجري الانتقالي. نعم. من 16,000 قبل الميلاد إلى 8,500، ثم العصر الحجري ومنشاهد طبعا داخل هذه اللي خزائن العرض ما تم اكتشافه في العصور. طبعا المتحف بشكل عام اللقى الأثرية الموجودة من فخارية من زجاجية من نحاسية من ذهبية كلها تم جمعها من المواقع الأثرية الموجودة في محافظة إربد. مثل ما حكيت لك دكتور إنه الآن هاي وانا دخلنا العصر البرونزي المبكر طبعاً. بعدين الآن نيجي العصر البرونزي المتوسط اللي هو 2000 طبعاً. كله الآن إحنا كله قبل ميلاد السيد المسيح. نعم. عليه السلام. نعم. الآن اللي منلاحظه إنه الآن من هذه القاعة مثل ما حكيت اللي قاعة العصور الحجرية القديمة. الآن منيجي هذا العصر القاعة هاي أو الخزانة هاي هي العصر البرونزي المتأخر من 1500 قبل الميلاد 1200 قبل الميلاد. ننتقل أيضا العصر الحديدي من 1200 قبل الميلاد ل 332 قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام. نعم. المتحف اللي بتصف فيه يعني الصفات اللي فيه يعتبر من أفضل المتاحف الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية. ليش؟ نعم. السؤال طبعا إجابة على هذا السؤال أن المتحف يقع في مبنى تراثي. إحنا نفرق طبعا بموضوع بين التراث والأثر. ما تم الكشف عنه قبل عام 1750 هذا أثر. الآن بعد 1750 اللي هو تراث. يعني الجمال هذا المبنى وما هو معروض في قاعات العرض وفي خزائن العرض أنه موجود في مبنى تراثي. طبعا المبنى القديم يتصف مثل ما نطلع الآن الحجارة المبنية منه هذا المبنى بالإضافة إلى أعمال الصيانة والترميم. طبعا لما استملكته دائرة الآثار العامة وحولته إلى قصة نجاح الآن يعني أصبحنا نروج هذا المبنى أمام من يزور من داخل الأردن ومن خارج الأردن. هاي القاعة اللي احنا فيها الآن العصور الكلاسيكية بتبدأ طبعا من الفترات اللي هي الهيلينستية، الفترة الرومانية، الفترة البيزنطية. يعني معروض في داخل هذه القاعات يعني أشياء منها الزجاج والفخار والبرونز وحتى الذهب. يعني الآن في عندنا هاي مثلا الآن في هاي الخزانة هنا موجود عندنا عبارة عن مسكوكات
ذهبية. يعني اللي بدي أحكيه الآن من خلال إحنا نتجول في هذا المكان الموجود في خزائن العرض، موجود يعني قطع أثرية رائعة جدا. الآن إحنا طلعنا الآن من بسموها من قاعة العصور الكلاسيكية، دخلنا اللي هي قاعة المنحوتات الحجرية، وهاي المنحوتات الحجرية طبعا تم يعني جمعها وعرضها الآن في هاي قاعة المنحوتات من مختلف المواقع الأثرية في محافظة إربد. يعني تعرف للمعلومة الآن محافظة إربد موجود بها 4 مدن رومانية بسموها الحلف مدن ديكابولس. ديكابولس نيجي الآن من جدارة أم قيس، نعم، أبي شو اسمه أبيلا اللي هي قويلبة اللي قبل شوي صورته فيها، نعم، الآن كابيتولياس بيت راس قبل شوي اللي صورته فيها، نعم، واللي هي المدينة الرابعة اللي هي بيلا اللي هي طبقة فحل، نعم. وإحنا هاي كل القطع اللي تم الكشف عنها حضرناها وعرضت في هذا المتحف، نعم. الآن موجودين في قاعة الفسيفساء، نعم، في متحف دار السراي، وتعتبر هذه القاعة من أجمل القاعات الموجودة. هذه الفسيفساء عبارة عن لوحات فسيفسائية تم إحضارها من مواقع أثرية في محافظة إربد، وتم الآن عمل الصيانة والترميم إلها بواسطة أيدي فنية موجودة محترفة في مدينة بالضبط. يا هلا ويا مرحبا فيكم مرة ثانية. طبعا تجولنا جولة فعلا جميلة جدا في داخل السرايا، شفنا مقتنيات جميلة جدا وأشياء فعلا يعني تتحدث عن حضارات، تتحدث عن قيمة كبيرة للحضارات اللي كانت على أرض المملكة الأردنية الهاشمية وتحديدا في محافظة إربد. واليوم أيضا لما زرنا مدينة بيت راس واللي بيسموها باللهجة إربد بيت راس، يعني كانت جميلة جدا، حكينا عنها شوية، لكن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبحب أخذها من المعلومة أنا من مصدر. بنرجع مرة ثانية مع السيد زياد غريمات مدير الآثار إربد يحدثنا شوية هيك عن بيت راس. يا سيدنا أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. يعني بيت راس طبعا بلدة تقع إلى الشمال من مدينة إربد بحوالي 4 كيلومترات، لكن احنا بهمنا قيمتها الأثرية بيت راس. بيت راس طبعا تعتبر من أحد المدن الرومانية كابيتولياس، واللي أظهر طبعا الاكتشاف من خلال مدفن أثري تم الكشف عنه تقريبا في عام 2018 هو، نعم، اللي ذكر اسم كابيتولياس باللغة اليونانية، نعم. طبعا بنحكي مدينة رومانية، لكن بجزء أنت لما صورته اليوم صورته المدرج اللي ظاهر، نعم. طبعا كانت لأن الناس لا تعي قيمة المواقع الأثرية، وإذا شفتوا الآن الأثر العمراني الحضاري الحديث كله، نعم، ظاهر على السطح. طبعا يعني صار في تنمر خلينا نقول على الاماكن الاثريه، مما احنا شفنا فيها شوه الرؤيه حتى هاي العمارات الموجوده في دائره الاثار العامه، بدات باعمال طبعا الترقيبات الاثريه والحفريات، نعم، في المدرج الروماني في عام 1998. المدرج يعني اللي شفته اليوم وصورته كان مليء بالطمم كامل، نعم. الآن اشتغلت دائرة الأثار وحتى الآن يتم العمل فيه. طبعا كشفت عن المدرج، هذا المدرج مثل المدرجات الموجودة في جرش وفي عمان، نعم. لا بل قد يكون إذا تم بإذن الله والآن الخطط موجودة يعني إعادة صيانة وترميمه سيكون مثل المدرجين في جرش، نعم، والمدرج الروماني في عمان، نعم. الآن بيت راس طبعا مرت عليها كل فترات الحضارية والفترات الإسلامية، نعم. يعني المكتشف في بيت راس اللي هو المدرج اللي زرته اليوم والسور. أيضا والسوق التجاري، نعم، والسور والآن والسوق التجاري والبركة الرومانية أيضا الموجودة في بيت راس، نعم. الآن طبعا دائرة الآثار العامة مثل ما حكيت بتحقق قصص نجاح. الآن ممكن بعد سنوات إن شاء الله قليلة جدا يتم إعادة الصيانة والترميم لهذا المدرج. حتى سيد زياد احنا شفنا شغلة
انه في بعض البيوت القديمه وكان ماخوذ الحجاره من الاثار ومبنيه فيها. نعم كلامك صحيح دكتور رافع، لانه احنا ما كان في عندنا وعي في موضوع الاثار وشو قيمتها. يعني الان انا بجوز بدي الان يعني اشيد، الان الاعلام له دور في ترويج، يعني الان برنامجكم هذا يا هلا بالضيف سيساهم في عمليه ترويج الان المواقع الاثريه اللي صورتوا فيها اليوم في قويلبي في بيت راس والان ومتحف دار السرايا. نعم. يعني بقول دور الاعلام والتلفزيون الاردني رائد هذا في هذا واجب المجال. يعني انا اشتغلت لاجل هذا الوطن، والله يديم هالوطن ويديم قائد الوطن ويديم الشعب الرائع ويديم الامن والامان ان شاء الله. آمين. انا بدي اشكرك كل الشكر عطوفه السيد زياد غلمات مدير اثار محافظه اربد على هالمعلومات الطيبه اللي اعطيتها اياها واثريتنا فيها واثريت مشاهدينا. وانا استاذ دكتور رافع انا بشكر ايضا التلفزيون الاردني، هو التلفزيون الوطني مواطن، التلفزيون الاردني هو التلفزيون العريق اللي بروج لمواقعنا الاثريه والتراثيه. كل الشكر. اهلا وسهلا حياك الله شرفتنا. وقع القريض بحب تلك اربد وغدا الحلا في زيه يتردد ما بين فاتنة وبين عيونها وقف القصيد كأنه يتعبد يا لائمي في حب إربد كلها تتغير الدنيا وحبك سرمد دار الأحبة وارتعاش قصائدي درر القصائد من غرامك تولد وكذا الهوى في حب أهلك مؤمن وبكل حاضرة لديك له يد قم يا عرار فإن فيك قصائدا يحبو بها طيش القصيد ويرشد من سوم جئت ولهفتي موصولة ولابن ابنتنا اتيت اجدد عهد اشتعال الشعر حيث شجونه بوح وحيث جنونه يتوقد. اهلا ويا مرحبا فيكم مره ثانيه. طبعا بعد جولتنا اليوم الجميله الرائعه اللي جولنا فيها في منطقه بني كنانه وفي محافظه اربد، وشو يعني شفنا قرى كل قرية أجمل من الثانية وكلها مزينة بأشجار الزيتون وبالعنب وبالتين، يعني مناظر بتفتح والله القلب. وآخرتها يعني إنه نيجي نكمل فرحتنا وابتسامتنا وأكلاتنا الشعبية من إيدين ذهبية، من إيدين ذهبية فعلا، يعني من عند الست فريال الكوفحي أم محمد الله يمسيك بالخير. الله يسعدك مساك طول عمرك. الله يسعدك بشكرك. يعني اسمك سابقك الآن. الله يسعدك. وما شاء الله عنك، أنا اللي عاجبني في الموضوع إنك قدرت ترجعي الأكلات الشعبية التراث القديم، قدرت ترجعي الآن على المائدة الأردنية. الحمد لله. صار ينطلب يعني. نعم والله. صار ينطلب حتى اللي سكان برا. نعم. يعني الأردنيين اللي عايشين برا. نعم. ما بصدقوا يجوا على الأردن وبقولوا بدنا زي اللي طبختن أم محمد. نعم. في ريال الكوفة. والله بتعرف شو بحكوا. نعم. ست فريال إحنا بالمطار. احنا جايين نتغدى. ما شاء الله ما شاء الله. بدي لما يكون كل شيء جاهز. طيب انا كنت متفاجئ وياك كثير، يعني لما حجيت معك التليفون. نعم. قلت لك بدنا نعمل اكلات شعبيه. نعم. قلت لك بدناش لا مردد ولا بدنا شو اسمها ذيك الثانيه المكموره ولا. نعم. بدنا شغله دغري، يعني ما شاء الله عندك لماحه يعني. قلت بدي اعمل لك شعاشير. نعم. وعملنا شعاشير لانها بتعرف الناس تطلبوها كثير لانها. نعم. بتخص من عشبه. نعم. طلع عنها جداتنا تعرفن عليها. نعم. فائدتها كثيرة. نعم. يعني فائدة للصحة الناس. نعم. صارت تتعرف عليها. هي عشبة برية مش هيك؟ هي بتطلع بشهر اثنين لشهر. نعم. ثلاثة. نعم. الحمد لله هي طبعا شو بدي احكي لك فائدتها الغرب صار. نعم. ياخذوها. نعم. طب بس يعني انا كنت اسمع من امي ومن زمان. نعم. من الحجات اللي يقولوا انه في عشبة سامة وعشبة كيف بتقدر تفرقي؟ طبعا معروفه. الجعده عشبتها مبينه. الجعده هي عباره عن ورقه خضراء. نعم. بتكون تحت منقطه سبحان الله بنقص سود. نعم.
البلاد دي معروفه. نعم. اللوف معروفه. هنا هذول ثلاث عشبات سبحان الله بيطلعوا بالشتويه. نعم. كانوا زمان جداتنا وامهاتنا يستعملهم بالطبيخ. يا سلام. وحتى اللي بكون ممغوص نعم. يعمل له ويشرب منه اياه والله ما يكون طيب ما شاء الله. ما هو زمان ما كانوا ما في صيدليات. لا الحمد لله كان الصيدليه اللي بالدار قاعد دار يكون نعم. زارعين ومن قاعد دار ومن البريه من برا نعم. يطلع يروح يجيب ابدا اي دواء بده اياه. هذا لوجع لمغص البطن، هذا للجرين، هذا للاعصاب، يعني كان كله ابدا. على جدتي الله يرحمها نعم. حتى جده امي عاشت 117 سنه نعم. كانت تقول يوم يطلع يسرح بالحلال نعم. تقول الحلال العشبه اللي ياكلها احنا ناكلها ما شاء الله. العشبه اللي يبعد عنها يعتبرها سال. والله شبه الذكاء ما ياكل احنا ما ناكلها 100%. طيب هسه هذول يعني شبه خلينا نقول بنعرف، بس انت بغير الخلطه قلتي لي هنا. هذا شو هذا بالاول؟ هاي بندوره مجففه عملناها مع اللحمه حطيتها والكشكه عملتها هاي. هاي مليح هاي هاي ضبطت دلقة واحد واحد يلا أهلا وسهلا بدوكن بدوكن صحة وهلا والله أهلا وسهلا والله. طيب صحتين. هاي شو نفسها؟ هاي جبنة بلدية بعملها على إيدي بس حبب الأطفال بعملها أشكال مشان يحبوها. نعم جبنة غنم بلدية. نعم تمام راح تملين بعدين صحة وهلا. بس تعرف بدي أذوب. هاي شو؟ هاي طبعا خبز صاج عملته ولفيته بالدجاج والبصل بالزيت الزيتون زي المسخن بس عشان الاولاد ياكلوها بسهوله يحبوها. يعني احنا بنشجع اطفالنا مشان يرجعوا للاكلات التراثيه الزمان ياكلوها. تمام نعم. هاي شو؟ هاي حميض مع بندوره مجففه وزيت الزيتون البكر ممتاز. شوف معك والله حميض هذا بدون اطفالنا عشان التراث ما كناه. اهلا وسهلا والله. انت احكي لي على الاكلات الشعبيه كلهن وانا باكل صحه وهنا. وهاي كمان اللزاقيات بالطحين القمح وزيت الزيتون ورش من السكر. ما هي بتعتبر حلويات؟ نعم هاي تعتبر حلويات زمان. وهاي الشعاشين نعم. قلت لك تنعمل بالجعده وبيض بلدي وطحين نعم. والجميد نعم والله وبصل نعم وزيت الزيتون بكل الممتاز. هاي بس اكل شتويه. هاي اكل شتويه وصيفيه والكل والله اليوم كان عندي طلبيات ما شاء الله في عمان. ممتاز الحمد لله. يعني بكل ابداع عن جد كله ابداع كله صح. هسه انا مبسوط منك كثير انه ما شاء الله يعني تركتك كمان الارث هذا يتعلموه نعم. ستات الجاد نعم. عشان هيك انا اللي عرفته انك عملت كتاب نعم. هذا الكتاب نعم. اللي انت كعامله فيه كل الاكلات الشعبيه نعم. وباللغه العربيه وبالانجليزيه نعم. يعني نعم. حتى الاجنبي لما بده يجي بده يعمل بلاقي كل شيء. بس مش راح الاقي جعده والله يوم يجي الاجنبي معقول الاقي جعده غاد ببلاده؟ باخذها من هون باخذ لحد الان عند فلال الكوفي من هون والله. طيب تمام تمام. بس بتعرف ريحني الكتاب نعم. يوم اقول لهم اعطيني الطريقه احيانا ما بكون نعم. معاهم مترجمين بقول لهم زيت زيتون طحين قمح نعم. بقول انه بصير يعني انا مش فاهم عليه نعم. بحكي له يس والله ماني فاهم. لا هو ما شاء الله عليك يا فريال اعطيته الكتاب. هسه اللي بدي اقوله كمان انك عامله هالقعده الحلوه نعم. واحنا بنشكر جلاله الملكه رانيا ربي يخلينا اياها ربي يخليها وسمو الامير حسين كمان اجا هنا ربي ويعني وهم كمان داعمين ل كل سيدة أردنية نعم. داعمين للمجتمع المحلي داعمين للتراث نعم. فالحمد لله الآن أصبح بيقدر الواحد يجي وعائلته من أي نعم. مكان من أي ويجي مكان. عند ست فريال ويطلب الأكل الشعبي اللي بده إياه نعم. ويقضي نهاره بهالقرى نعم. الجميلة اللي نعم. حولها الحمد لله. بدي أشكرك ست فريال الكوفحي. أنت كوفحيات شاطرات ما شاء الله. الله يسعدك شكرا كل الشكر إليك وإن شاء الله ربنا بالتوفيق إن شاء الله ودائما يكون في الجديد عند الست فريال ودائما نلتقيها. واحنا كثير سعيدين ان اجينا عندك وذوقنا هالاكلات الطيبات. وهسه راح نهجم علينا هجومها بس هسه ما نضل قاعدين حاطين قدامنا اما راح نهجم علينا. كل الشكر ستي شكرا الله يسعدك ضلكم معنا اردن اردن يا محفور بقلب جوا القلب حبك دن يا محفوف بحنايا القلب بنحبك دن كفر بالحب كفر بالحب كفر بالحب كل من عاش عترابك وما قال انه بعشقك او قال بيحبك
طبعا بعد جولة جميلة في مناطق جميلة في أماكن جميلة في مناظر جميلة، يعني اليوم يعني كان يوم عن جد رائع وجميل، وكملناها طبعا عند الست ريال الكوفة هي بأكل طيب، بأكل من النفس، بأكل شعبي، بأكل جداتنا وأمهاتنا. ويعني شو بدي أسولف لكم، طبعا ظل علي بدي أكل اللزاقيات بعد ما أنهي الحلقة، راح أرجع أكل اللزاقيات، هاي قصة طلعت اللزاقيات. يعني بهاي الحالة بنكون أنهينا جولتنا اليوم بحلقتنا من برنامج يا هلا بالضيف، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء.